السلام عليكم، معكم ثائر وتاد. اليوم راح نحل كيس في الكارديولوجي، فتعالي نشوف كيف ممكن نتعامل مع هيك حالات. اول شيء بحكي لي انه في عندي مريضه عمرها 37 سنه بتشتكي من سبسترنال تشيست بين، كمان سويتينج بالبيتيشن اند ناوجا. طبعا سبسترنال تشيست بين، سويتينج بالبيتيشن اند ناوجا، هاي الشغلات مع بعض لازم تخلي الواحد يفكر في اول شيء يخطر في باله، هو يخطر في بال الشخص هو الميوكارديال انفاركشن. بس ننتبه على شغله، انه هو ذكر في هاي الكيس انه الوجع بيكون على شكل ايبيسودز، بين ان ايبيسودز. ف اما وجع الميوكارديال انفاركشن بشكل عام بيكون مستمر، هون بيحكي لي انه بيكون على شكل الوجع بيكون بشكل متقطع. وايش كمان بيحكي لي؟ انه الوجع بيختفي بعد 10 ل 15 دقيقة. طبعا معناه هذا الشيء نوعا ما ممكن ينفي الميوكارديال انفاركشن. طيب بنكمل، كمان بيحكي شوية شغلات، انه بتطلع درج بيكون ما بيكون في بين، انه هي كمان مدخنة، وكمان كمان ذكر انه البلد بريشر عندها بيكون 134 على 70، البلس 75، الريسبيريشن 14، ما في جوكولار فينوس ديستنشن، وكمان اللونجز اسكولتيشن لللونجز طبيعي، وكمان الاسكولتيشن للقلب كمان طبيعي. طيب اذا بنيجي بنكمل كمان في الكيس، بيجي بحكي لي انه كمان لما عملوا اي سي جي امبولاتوري اي سي جي لاحظوا انه كمان في عندي ترانزينت اس تي سيجمنت اليفيشن في ليد 1 اي في ال ومن في 4 لفي 6. كلها هاي الشغلات يعني ممكن كمان تزيد انه احتمال المرض الموجود عندنا بتشتكي منه هو امراض قلب، لانه كمان في عندي اس تي اليفيشن. طيب طب لما واحد بيشوف هاي الشغلات قدامه بيشوف انه ميوكارديال انفاركشن، او طبعا ممكن يخطر في بال الشخص ميوكارديال انفاركشن كنا احنا نفيناها بسبب انه البين ما بيكون مستمر، فمعنى لازم نفكر ايش في انجينا، لانه الانجينا بنعرف انها الوجع بيكون على شكل ايبيسودز. طب لما نفكر في الانجينا، تعال نشوف. طبعا في عندي ثلاث انواع من الانجينا، ولازم نميز بين الثلاث انواع من الانجينا عشان نعرف نتعامل معها، لانه كل نوع نتعامل معه بطريقه مختلفه. طيب فاذا كملنا كمان في السؤال، بيحكي لي نقطه كمان جدا مهمه، انه بيحكي لي لما عملوا كوروناري انجيوجرام، عملوا كوروناري انجيوجرام، ف نو سيجنيفيكانت كوروناري اوبستراكشن، يعني ما في عندي obstruction. طيب اخرى مره هات نشوف هيك ايش هي الانجينا. الانجينا هي فعليا انه في عندي blood vessel، coronary blood vessel، في عندي فيه obstruction اللي مقلل من مرور الدم، من وصول الدم للكاردياك مايوسايت، مقلل من وصول الاكسجين للكاردياك مايوسايت. طيب معناها اذا نيجي نفكر في انواع الانجينا، في عندي ثلاث انواع من الانجينا، ايش هني؟ اول واحد في عندي stable انجينا، وفي عندي كمان النوع الثاني اللي بنسميه instable angina instable، والنوع الثالث بنسميه variant angina، او بنسميه كمان vasospastic angina، او ممكن نسميه prinzimetal angina. فعندي كمان prinzimetal angina. طيب في stable في unstable بشكل عام بيكون في السبب بيكون بشكل عام هو atherosclerosis اللي مسكر blood vessel، ولكن هذا الشيء نفالية لما عمل الانجيوجرام، حكى لي في الانجيوجرام نو اوبستراكشن، معناها الستيبل والانستيبل كمان نفيناهن. طال عندي البرينزيميتال انجينا، ايش هي البرينزيميتال انجينا؟ هي فعليا لما بتكون سموث مسل في البلد فيسل، في الكورونار بلد فيسل، بتكون هايبر اكتيف، يعني سموث مسل هنا عم تعمل كونتراكشن، وهذا الكونتراكشن عم يعمل لي ايش؟ عم بيعمل لي نيروينج للبلد فيسل لومن، وبقلل من وصول الدم للكاردياك مايوسايت، يعني مش راح يكون في عندي اوبستراكشن. وكمان البرينزيميتال انجينا بتكون بشكل متقطع، فهذا كمان بياكد الشغلات اللي احنا شفناها في الكيس. وبعد النيروينج او بعد الايبيسود بيرجع البلد فيسل لحجمه الطبيعي، وبيرجع مرور الدم بشكل طبيعي. فهون هذا الشيء معناها بياكد لي انه الوضع الموجود عندنا هو برينزيميتال انجينا، لا ميوكارديال انفاركشن، ولا في عندي ستيبل او انستيبل انجينا. طيب فمعناها احنا شفنا انه السبب هو برينزيميتال انجينا، فات نحكي شوي. طب اذا البرينزيميتال انجينا وهي كلنا السبب هو انه سموث مسل هايبر اكتيف، طب سموث مسل عشان تقدر تعمل كونتراكشن، تقدر تعمل النيروينج، ايش هي بحاجه؟ هي بحاجه للكالسيوم،
فمعناها الاعتماد تبعنا او العلاج اللي احنا بدنا اياه في هيك حاله هو بده يكون كالسيوم شانل بلوكرز. يعني اذا جينا شفنا هون الفازوسباستيك انجينا اللي يسميها برانزيمتال انجينا او يسميها فاريانت انجينا اللي هي هايبر اكتيف كورونري سموث مسل، طبعا بتكون سبونتينيس ريزولوشن ان ليس ذان 15 مينيتس، وما بيكون في الانجيوغرام ما في عندي كورونري ارتري ديزيز. طبعا العلاج التريتمنت بيكون بيعتمد على كالسيوم شانل بلوكر. فلما نيجي نشوف الاجوبه الموجوده عندنا موجوده هون، الكالسيوم شانل بلوكر الوحيد الموجود عندنا هو الجواب سي، فمعناها الحاله الموجوده عندنا هي برانزيمتال انجينا والعلاج كالسيوم شانل بلوكر دي هايدرو من الديهايدروبيريدينز.